السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيد بالتواصل معكم مجددا، وأشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشاركين الحاليين المشاركين المحتملين الجدد. ونواصل مواضعنا عبر قناة يوتيوب جعفر تغزلي في موضوع يتعلق بقانون مسطرة الجنائية، بما فيها التحقيق الإعدائي والمحاكمات. وغنعرض في هذه الحصة هذه موضوع تحت عنوان جرائم الجلسات. جرائم الجلسات، فكي نص الفصل 271 من قانون المسطرة الجنائية بأنه تنظر المجالس ومحاكم الاستئناف وما دونها من المحاكم خلافا للقواعد العادية الراجعة للاختصاص والمسطرة في الجرائم التي قد ترتكب خلال الجلسات، وذلك بموجب ملتمسات من النيابة العامة أو تلقائيا وضمن الشروط المحددة في الفصل 341 وما يليه إلى الفصل 345 من هذا القانون. فإن كانت الجريمة المقترفة لها صفة جنحة يعاقب عنها بالسجن أو جناية، فالمحاكم الاستئناف وما دونها من المحاكم أن تصدر أمرا بإيداع المتهم في السجن أو إلقاء القبض عليه. فإن إلقاء نظرة على النص كتعطينا أن المشرع عندنا قد أسس فيه زيادة على أو أسس فيه لامتداد الاختصاص لبعض المحاكم التي قد لا يكون لها صلاحية نظر بعد بعض الأفعال بحسب الأصل. ومن خلال الشروط اللي ذكرها المشرع في النص والتي على أساسها يقع التمديد في اختصاص المحكمة، كنوجد أن الفصل 343 من قانون المسطرة الجنائية مثلا كيسمح لرئيس المحكمة عند ارتكاب أحدهم مخالفة ضبطية أثناء الجلسة بتحرير محضر بشأنها واستنطاق مرتكبها والشهود، وبعد الاستماع إلى النيابة العامة وتطبق الهيئة القضائية حينها العقوبات المقررة في القانون، ومن دون أن يسمح بالطعن في هذا الحكم بأي وسيلة من الوسائل. وهكذا يكون إعمال الفصل 343 من قانون المسطرة الجنائية بمناسبة النظر مثلا في قضية أمام غرفة الجنايات مؤدى لمد اختصاصها إلى النظر في مخالفة ارتكبت أثناء الجلسة لا يدخل في اختصاصها أصلا. فكتكون الغرفة الجنائية تنظر قضية جنائية أو جنحة تدخل في اختصاصها، بسبب الارتباط وحدث أن اقترفت خلال إحدى جلسات المحاكمة جنحة من الجنح لا تدخل في اختصاصها، بحيث يكون لها عملا بالفصلين 344 و271 من قانون المسطرة الجنائية، تطبيق عقوبة هذه الجنحة على الفاعل بعد محاكمته طبقا للإجراءات الواردة في الفصل 343 من قانون المسطرة الجنائية، وهكذا كتجاوز لحدود اختصاصها النوعي حسب قواعد الاختصاص المعتادة. يلاحظ على أن المشرع في الفصل 344 من قانون المسطرة الجنائية خول إمكانية استئناف الحكم الصادر في جرائم الجلسات إن كانت الهيئة التي أصدرته تقبل أحكامها ديال الاستئناف كالمحكمة الابتدائية، أما إن كانت لا تقبل أحكامها الاستئناف كالغرفة التجارية فلا يمكن استئناف حكمها ولو أن صدر في جنحة من الجنح التي تقبل الاستئناف. وهكذا يكون امتداد الاختصاص أحيانا مانعا من الاستفادة من بعض الضمانات كالطعن في الحكم بالاستئناف. وللإشارة أخيرا، يمكن
أن نقول بأن المشرع لم يخرج على ما سبق من تخويض اختصاص بنظر الجرائم التي ترتكب خلال جلسات لهيئة الأحكام التي ارتكبت أمامها خلافا لقواعد المعتادة، سوى بالنسبة للجنايات حيث لم يجد المشرع مناسبا في الفصل 345 من قانون المسطرة الجنائية، وهكذا شيء طبيعي لأن تلك الهيئة قد تكون محكمة ابتدائية مثلا أو محكمات جماعة أو مقاطعة، وكي تخويل الاختصاص بنظر للمحكمة التي وقعت أمامها تلقائيا، وإنما عليها أن تأمر بإلقاء القبض على مرتكبها وتحرير المحضر بالوقائع وإحالة المحضر مع وسائل الإثبات على قاضي التحقيق لمتابعة المسطرة طبقا لقواعد الاختصاص المعتدة. بطبيعة الحال كنكون وصلنا بعد ما شفنا تحديد مفهوم الجرائم الجلسات، وما كيبقى لي إلا أن أودعكم على أمل اللقاء بكم في حصة قادمة. لا يفوتني مرة أخرى إلا أن أشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحاليين والمشتركين المحتملين الجدد. بالله التوفيق والنجاح، دمتم في رعاية الله وحفظه.